السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو عبارة عن عبايات ديال تركيا. المحل دخلت له غير بالصدفة، صافي عجبوني العبايات وقلت علاش لا ما نصورهمش، بحكم ان دائما كنشوفوا عبايات هكا تيكونوا خفافين. هاد العبايات باش عجبوني ديال البرد، يعني سخان تبتيلهم سخون، تقدري تلبسيهم في هاد الجو نتي مرتاحة. وكذلك كاينين موديلات عباية مونطو، وكاينين عبايات ديال الحضور. صراحة التصوير ما عطاش الحق ديالو، مباشرة كيبانوا احسن. المهم نخليكم مع تتمة الفيديو، فرجة ممتعة. خليك لي يا فالي ونطير معك يا لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا فالي ونطير معك يا لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا فالي ونطير معك يا لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا فالي ونطير معك يا لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا I'm not afraid to die.
لي لي يا غالي ونطير معك الى غالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي لي يا غالي ونطير معك الى غالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي لي يا غالي ونطير معك الى غالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي لي يا غالي ونطير معك الى غالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح عشيري هذا معي في وقت الشدة عدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايب فيا ولا غلطي خاف عليا وبلوم شطور وانا وانا خليك لي لي يا غالي ونطير معك الى غالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي لي يا غالي ونطير معك الى غالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا خليك لي لي يا غالي ونطير معك الى غالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي لي يا غالي ونطير معك الى غالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح عشيري هذا معي في وقت الشدة عدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس
في تاب فيها ولا غبتي خاف عليا وبلوم شطور وانا وانا